مقدم طلب الإحاطة سيادة النائب حسن عمار، تفضل. شكرا سيادة الرئيس. يمكن مع الوزير وأنا بناقش آخر طلب إحاطة النهاردة بعد مناقشات طويلة جدا من السادة نواب الشعب اللي بيمثلوا النبض الحقيقي للشارع المصري، وأنا بلاقي أزمات ومشاكل متكررة ومفتعلة من وزارة التموين وبتصدر للشارع المصري. في الحقيقة بنلاقي ارتفاع كبير في الأسعار السلع الأساسية زي الزيت والرز والسكر بدون سبب، على الرغم إن احنا استهلاكنا بيوازي إنتاجنا. فين دور مفتشين التموين اللي كان بيتعمل لهم 1000 حساب وقادرين يحموا المواطن من جشع التجار؟ فين دور جهاز حماية المستهلك من جشع توكيلات العربيات، من مصانع الحديد، تجار الذهب اللي ملهمش ولا رقيب ولا حسيب؟ معالي الوزير، كل اللي احنا شايفينه ده بيروح المفتاح لهذه الأزمات هو إحكام الرقابة على الأسواق. اللي احنا محتاجين فعلا إحكام الرقابة على الأسواق عشان نقدر نقفل أي باب للفساد في هذا المجال. معالي الوزير، وزارة التموين لها دور في كل بيت في مصر. للأسف أصبح هذا الدور وإثارة غضب وسخط المصريين في كل المحافظات بلا استثناء. معالي الوزير، أنا وآخر كلماتي لسيادتك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما زلت تملك الأدوات والموارد التي تستطيع بها إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم والتخفيف عن المواطن المصري وإزالة الأعباء عنه. شكرا سيادة الرئيس. شكرا.